هذا الطالب تخصص ملكي، يبغى تخصص فيه عائد مادي كويس وتخصص مطلوب، دوام ثابت، ومقولات بسيطة، غير متعب دراسيا ولا عمليا، وتقابل فيه المرضى. يعني الخلطة هذه دمار شامل صراحة. في الحالة هذه عندك طريقتين، إما أنه أنت فعلا دافور وتدرس كثير وعندك درجات عالية، أو أن درجاتك متوسطة أو منخفضة. إذا درجاتك عالية ومرتفعة تقدر تروح واحد من اثنين، إما الطب الجلدية أو طب العيون، هم الاثنين شغلهم مهم جدا جدا ويشوفوا مرضى، ومقولاتهم بسيطة جدا مقارنة بباقي التخصصات، لكن فيهم دراسة شوي. إذا درجاتك متوسطة أو قليلة ما حد يقدر تدخل التخصصات العالية هذه، لكن تقدر تدخل تخصصات ثانية فيها متطلبات هذه، زي مثلا طب الأسرة أصلا ما عندهم أونكولات ويقابلوا مرضى ويشوفوا دوام ويشتغلوا شغل خفيف. زي مثلا طب الأسرة الدخول له سهل جدا، ما عندهم دراسة كثيرة ويقابلوا المرضى بشكل مستمر وأصلا ما عندهم أونكولات.